انت جايبنا نعمل ايه هنا يا ابني؟ ما تعليش صوتك عشان ما يهربش. هو مين ده اللي يهرب؟ احنا هنصطاد قرد، في قرد على الاشجار دي. قرد؟ انت عبيط ولا ايه؟ الناس بتصطاد حمام، بتصطاد سمك، بتصطاد بط، انما قرود دي جديده شويه. اسمع بس، انا شفت قرد بعيني قبل كده هنا. تخيل بقى لو مسكناه هنبيعه لحديقه الحيوان بكام؟ لا ناصح يالا، ده يعمل مبلغ. طب وده هنصطاده ازاي ده؟ عامل حسابي. ايه ده؟ موز؟ طب ما جبتش معاك ليه شويه سوداني نحدفه بيهم؟ انا هحط الموزه دي هنا وانت هتراقب من هنا وانا هراقب من هنا علشان نحدد موقعه. تمام، اللي تشوفه. يلا روح استخبى. ها اصطدته ولا لسه؟ لا، سرق الموزه وهرب. انا هحط واحده تانية واحنا نغير مكاننا علشان نعرف نحدد موقعه. يا ابني ده قرد وسريع جدا، مش هنعرف نمسكه. اسمع كلامي بس وروح استخبى هناك اما نشوف اخرتها. الله، هو بياخدها ازاي بسرعه؟ انت شفته؟ انا ولا شفته ولا نيلته، انا مش عارف ايه البهدله دي. طب بص، انا جات لي فكره، احنا نحط الموز كله وهو هياخد وقت وهو بياكلهم فننقض عليه مره واحده. يا رب نعرف ننقض عليه. بس روح بس انت استخبى. ده انا لو بلعب استغمايه مش هستخبى كل ده. هو في ايه بقى القرد ده؟ انا مش بلحق اشوفه ليه؟ ده كل الموز كله. اقول لك ايه بقى، اسمع اللي هقول لك عليه. احنا نروح نشتري قفص فيه مصياده ونحط فيه الموز وبكده هنعرف نمسكه. خلاص ماشي، اللي تشوفه. احنا نروح اخويا بقى نشتري قفص متين كده وهو مش هيعرف يهرب منه. واخد لي بالك انت بقى كده ليه؟ لان ده في الاول وفي الاخر قرد، مهما هنعمل مش هنعرف نمسكه. ركز معايا عشان نصحى للغفله. يوه، الباقه خلصت. افتح لي معلش هو تظبط. وانا مالي، افتح له انت. ايه ده، هو طلب مني ولا منك؟ هو ما حددش اسامي، هو قال نصا معلش افتح لي هو تظبط. وبناء على انت رديت نصا وانا مالي، افتح له انت. ده لان عينه جت في عيني اول ما قالها، فبشكل لا ارادي انا رديت. اذا هو كان بيواجه لك انت الكلام مش انا. بشكل منطقي هو كان مركز في تليفونه ومش مركز مين اللي قاعد قدامه، فرفع دماغه وقال بشكل عشوائي. طب وعينه جت عليك انت، حظك بترميها عليا ليه؟ انا مالي، افتح له وانت ساكت. انا الباقه اللي معايا على قد، وانا بشحن كروت فك. بس 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 يا صلاح، حول لي نت بمية على الخط بتاعي. ده انتوا عيال معفنه. بصوا بقى، انتوا عارفين ان رمضان فاضل على اقل من شهر ويهل علينا. شهر الصوم والبركه، اللهم بلغنا رمضان، اللهم قوي ايمانكم. بس عشان الشهر ده يعدي على خير في حاجات بسيطه كده لازم نعملها. حاجات ايه؟ اولا بلوكات من جميع منصات التواصل الاجتماعي. طب واللي هيفك البلوك للتاني هيتغرم دم قلبه عشان يبقى عبره. جميل قوي. ثانيا مفيش خروجات نهائي، ولو امكن يبقى الخروجه بعد الفطور ولا قبل رمضان ولا بعد رمضان. انا مش عايز اشوفكم اصلا طول الشهر. هو انتوا اللي يعرفكم ياخد حسنه واحده؟ اثبت على موقفك وما تجيش تقول لي تعالى العب بلاي ستيشن قبل الفطار على اللي يشيل. لا حاسب عندك، انا ببقى قاعد في امان الله وصايم، انت بتيجي تقول لي تعالى نشك بيست على اللي يشيل. اسمعوني بقى وخليني اخلص كلامي. اي حد فينا امه تعمل كنافه بالمانجا يبعت للتاني دليفري. اتفقنا؟ اتفقنا اتفقنا. يلا انا همشي بقى. سلام سلام سلام. طب ايه يا شباب، هنتقابل فين اول يوم رمضان؟ نتفق على الجروبه. جميل، بلاي ستيشن على اللي يشيل، خروجات وواجباتها بميل. يا عمار انت فين؟ انا في البيت. في البيت؟ احنا مش متفقين نتقابل عند الحديقه. هي الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 3 زي ما اتفقنا. حصل مشكله؟ طب ما انا لسه بكلمك قايل لك اني في السكه، ما قلتليش ليه؟ طب ما تجيلي. اخلص يا عمار. طيب اخلص، اجي لك فين؟ انت مش عارف بيتي؟ ايوه يا عم، انا عمري ما جيت لك قبل كده. طب ركز معايا بقى، انت واقف فين بالظبط؟ قدام الحديقه. طيب يا عم، هتمشي اخر الشارع وتخش شمال من عند الدوران. طيب ايه يا ابني؟ يا عمار انا دخلت شمال من عند الدوران، فين البيت؟ ايه اللي قدامك كده بالظبط؟ قدامي تمثال لواحد شايل معزه، شايل حاجه. ايه ده؟ انت مشيت ازاي؟ مشيت على العنوان اللي قلته لي. لا 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 لا، ارجع تاني بقى مكان ما كنت وخليك معايا على التليفون واحده واحده. حاضر. ها يا ابني، انت فين كده دلوقتي؟ خرجت من باب الحديقه من وانا جاي من جوه، واقف على خط مستقيم، قدام مني اشاره، هنا شارع يمين وهنا شارع شمال. يبقى خش شمال اما نشوف اخرتها. خليك في الشارع الاخر وهتلاقي دوران، خش شمال وكلمني. يا عمارة انا جيت عند نفس المكان هو هو. لا بص، هو كده في حاجة مش مظبوطة. انت ترجع تاني بقى مكان ما كنت وانا هبعت لك لوكيشن تمشي عليه. ماشي عمارة، اخر يوم في علاقتي بيك النهاردة. اما نشوف بقى ام العنوان ده. اتجه يسارا حتى تجد دورانا واتجه شمالا وستجد المنزل امامك. شيك لو سمحت. ادفع انت وبعدين نتحاسب. عشان تخلعه زي كل مره؟ لا يا حلو، هنقسم كل واحد اخد ايه. انا خدت تشيز كيك وليمون نعناع. وانا خدت بيتزا وبيبسي. طب ثواني اطلع الكاركوريتور. تشيز كيك. طب تعمل سيرش عنه. سوري،
35 جنيه و 30 جنيه ليمون نعناع نجمعهم يبقوا 65 جنيه. شوف لي انا بقى كام. بيتزا ب 75 وبيبسي 20 يبقى انت حسابك 95 جنيه. تمام. ايه استنى انت مش عامل اضافه هلابينو ب 5 جنيه؟ اه نسيتها دي معلش. هي ام الخنصره دي تكعبلني في الحساب واتضرب بسببها. نحسب من الاول. انت حسابك كام؟ يا عم دي في 5 جنيه على حسابه هيبقى حسابه 100 خلاص. اهدى يا عم عشان ما تلخبطنيش. قلنا 75 و20 يبقى 95 وال5 جنيه بتاعه الهلابينو اللي انت كنت عايز تخنصرها وتدبسني فيها وتضرني يبقى 100 صح 100. انا قلت لك انت غاوي تعبها الناس بتتفرج علينا. وانا حسابي 40 جنيه. اشمعنى انت ما رجعتش انت خدت إيه؟ علشان انا عارف حسابي من قبل ما اقعد اصلا مرتب انا هطلب ايه وحسابهم كام. طب ندي عليه ياخد الشيء. اصبر بقى عشان نحسبهم كلهم على بعض. احنا قلنا 65 وانت 95 وال5 جنيه بتاعه الهلابينو اللي كنت عايز تخنصرها وتدبسني فيها وتضرب سببها يبقى كده 100. 165 يبقى 165 وانا 40 يبقى كله 205. الحمد لله. يعني ده اخر كلام عندك؟ ايه ده امال الحساب هنا 250 ليه؟ هو في حد طلب حاجه تانية؟ الخدمه والضريبه. نحسب من الاول بقى. انا عايزك توريني الاستاذ اللي كل شويه اقول لك يا غبي ده ليه قاعد هناك بياخد بريك بياخد فسحه يعني. تعالى وريه لي. هو ده اللي قاعد هناك اهو كل شويه يقول لي يا غبي قدام صحابي ويكسفني. هو ده؟ اه. طب وده ينفع يعني مستر تكسر بخاطر الطفل البريء ده قدام زمايله؟ يا فندم ابنك ما عندوش مخ خالص. غبي دي مش اهانه دي صفه فيه. يعني ايه ما عندوش مخ؟ انت جاي تاكل في مصمت؟ قصدي انه مش بيشغل دماغه ولا بيفكر خالص يا فندم. مين اللي قال كده؟ انا ما اسمحلكش تقول كده على ابني. ابني ابني. طب انا هوري حضرتك حموده حبيبي. روح مكتب الناظر شوفني موجود هناك ولا لا. حاضر يا مستر. ما شاء الله ما هو بيفهم اهو. امال ايه غبي دي؟ هو تلكيك ولا ايه؟ تلكيك هو؟ مستر انا رحت عند مكتب المدير ما لقيتش حضرتك هناك. طب ما تبص عليا في الحوش كده يمكن انا قاعد هناك. حاضر يا مستر. ما شاء الله شايف الواد مطيع ازاي؟ يا مستر انا رحت برضه في الحوش ما لقيتكش هناك. شفت يا فندم عرفت ليه انا بقول لابنك يا غبي؟ بقول له بص عليا في مكتب المدير يقول لي مش هناك. اقول له طب بص عليا في الحوش يقول لي حضرتك مش هناك. ما يمكن حضرتك واخد اجازه النهارده. ايه يا ابني تشرب ايه؟ لا مش هقدر اشرب حاجه ده غير اني معيش فلوس اصلا. حموده احنا اصحاب بقالنا قد ايه؟ 10 سنين بس. ليه مش عيب بعد العمر ده كله تتكلم معايا في فلوس؟ مش قصدي بس الواحد عنده دم برضه. اللي في جيبي هو اللي في جيبك. خلص الكلام اطلب اللي انت عايزه. خلاص انا مش هتقل عليك هطلب ملك تشيك اوري. بالهنا بالهنا والشيف يا حبيب اخوك. الو يا حبيب اخوك. اه كافيه فوق. اه تعالى تعالى شفت في ايه؟ مين ده اللي انت بتكلمه؟ ده واحد صاحبي بس عسليه. تعالى يا عم. ايه الاخبار يا شباب؟ ازيك عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. عماره فارس فارس عماره. ها تشرب ايه؟ لا انا فل ولسه شارب وكله تمام. لا ازاي هتشرب يعني هتشرب؟ يا عم انا معيش فلوس المواصلات اصلا. لا ما هو عماره عزم. مين ده؟ انا ما عزمتش حد. اه طبعا عزمه. انا مش عارف اقول لك ايه على الواجب ده. انا هطلب واحد شاي. هاتله زبادي خلاط. الا قول لي يا زمول اخبار الشغل معاك ايه؟ والله انا الدنيا بايظه معايا كل ما اطلع من حفره اقع في ضحضير. عماره هيديك 1000 جنيه تمشي بيها حالك ورجعها وقت ما تحب ولا مش عايز ترجعها عادي برضه؟ انا مش عارف اقول لك ايه. لا بص لسه عارفك دلوقتي وجايب لي زبادي بس انت رجوله رجوله يعني. اديك قلت لسه عارفني دلوقتي. جايبين العشم ده منين بقى؟ ماشي خد ال1000 جنيه اهم من يد من اعدمها. هبقى اكلمك انا بقى بالليل. ها قول لي هتروح ازاي؟ طيب هركب مشروع بقى. مشروع وعماره موجود. هات مفاتيح عربيتك انجز. خد مفاتيح اهي حبيبي. خمسات وانت ماشي. ها استاذن انا بقى. انت رايح فين؟ ده انا مش هسيبك النهارده غير وانا حبس. احبسني لو على ايه؟ ملهوش لزوم يا باشا. بقى عايز تحبس صاحبك دي اخرتها؟ ملعون ابو القرش اللي يذل صاحبه. ولو على الملك تشيك اوريو خد حسابه اهو 5 جنيه. يا خسارة يا صاحبي يا خسارة.